اعتاد الناس في مصراتة على الاحتفال بالمولد النبوي كل عام بطرق عدة. نور الدراطية أحد الأشخاص الذين يمتلكون خياماً لبيع مستلزمات هذه المناسبة الدينية منذ 15 عاماً. يتحدث للأحرار عن تجربته والاختلافات التي طرأت على المواطنين للاحتفال بهذه الذكرى. من 2006 تعال ممكن عدد الخيم معدودة، هذه أول حاجة، فرق الألعاب، فرق الموجودات بصفة عامة هو. لكن تعال الوقت الحالي بشكل واجد تغيرت، يعني في حاجات ألعاب واجد تغيرت أشكالها طبيعتها، البشر تغيروا طبيعتهم أشكالهم، يعني إحنا زمان حتى احتفالاتنا بسيطة وتقليدية. مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي طغت على جميع المحلات التجارية والخيام التي تنتشر على الأرصفة في الشوارع المختلفة استعداداً للاحتفال بهذه المناسبة التي توحد صفوف الليبيين كما يقولون وتعزز وحدتهم. والله احنا نحتفلوا كنا العيله كامله ونتعشوا معناها يوم مبارك هذا نلتقطوا فيه مع حوش الوالد وامي غادي والحمد لله مستوره، معناها احتفال بسيط جدا. وانا ننوه على الالعاب هذه الخطوه لوح بالذات ان شاء الله ربي يفكنا منها الحق. مع الاختلاف في وجهات النظر في طريقه الاحتفال الا ان الاختلاف لا يكاد موجودا، فالأهالي في مصراتة يستقبلون ذكرى خير الخلق وكلهم أملاً في أن تكون مناسبة لاستقرار البلاد بين أبناء الوطن الواحد. إسلام الأطرش، ليبيا الأحرار، مصراتة.